إذن زوار متتبع موقع جديد نيوز، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبق لنا تناولنا وسلطنا الضوء على التقرير المتعلق بتدقيق العمليات المالية والمحاسباتية برسم سنتي 2016-2017 للجامعة الجديدة، واللي كان تضمن ما بين ما تضمن ثلاثة ديال أهم الصفقات، وهما اللي كيتعلقوا بالطريق اللي كتدي لمراكش والاخرى اللي كتدي لسيدي بوزيد، وكاين فيها القيل والقال الى اخره. الموضوع تناوله الاغلبيه وتناولته المعارضه. دونك حنا كنا وعدنا باننا غادي نمشيو مستمرين في هذه النقطة هذه. ما بين الصفقات كاين الصفقة 16/2014 اللي قلنا واصلة للمحكمة. علاش هاد النقطة هادي؟ لأنه دارت واحد الوثيقة فيها بأنه الجماعة خصها تأدي للشركة ديال اللي معقدة مع المجازين مبلغ ديال ما شحال من 2 مليار وشي حاجة، وكاين الهضرة بأنه رئيس الجماعة ما بغاش يدير الصلح وداك الشيء علاش خسروا القضية وهادي. حنا ما غاديش نهضر بنفس اللغة، لأننا بالطريقة ديالنا وصلنا لواحد الوثائق اللي جبدناهم من عين المكان المرفق 5، يعني من الملف ديال القضية. فيه ما فيه في هاد الوثائق اللي هما عبارة على لوغدغ دو سيرفيس دو لونتربرونور، يعني لوغدغ دو سيرفيس ا لونتربرونور، يعني هذا هو الوثيقة اللي كتصيفط الجماعة للمقاول باش انه ينجز الاشغال ولا يتوقف الاشغال. اذا الى مشينا بار اوردر كرونولوجيك غادي تبين لنا بان انطلاقة الاشغال كانت في 16/3/2015 بناء على لوردر دو سيرفيس ا لونتربرونور الاول، دونك اوردر نيميرو 06/2015 ولا نيميرو دوختر. كتقول فيه الجماعة مهم كتطلب من لا سوسيتي اي كيقول لك اي لي تانفيتي دو كومونسي لي ترافو دو لا ميز ا نيفو دو لا روت ريجيونال نيميرو 301 de la ville d'El Jadida, conformément aux descriptions du CPS approuvé par M. le ministre de l'Intérieur en date du 22/2015. وزير الداخلية بتاريخ 20/2/2015. إذن هذه كانت في 16/3/2015، من وراها 17/3 الغد الجماعة دائما، فالمهم الرئيس اللي كان آنذاك هو سي عبد الحكيم سجدة حيت الولاية السابقة، دونك 17/3/2015. إذن الأولى 16/3 والثانية 17/3 كيقولوا لي وقفوا الأشغال في انتظار لا فاليداسيون دي دوسيي ديكزيكسيون باغ لي زوبيراتور ريزو، يعني في انتظار أنه تم يعني لاكوغ ولا الفاليداسيون يصادقوا عليها هذوك لي زوبيراتور ريزو، يعني الشركات ديال الاتصالات. دونك هنا وقفات الاشغال النوبه الاولى، دونك لو 4/5/2015 4/5/2015 يعني من بعد شهرين تقريبا
طلبوا منهم باش يعاودوا يستأنفوا الأشغال. دائما الرئيس السابق عبد الحكيم سوزدة 21/7/2015 طلبوا منهم يوقفوا الأشغال. علاش؟ أجل حلول ديال أو غيزو أوبستاكل، دوك الشبكات الحواجز، ديبلاسمون دي كيوسك، باش يحولوا لي كيوسك من بلاصتهم، باش يدوزو تاهي الطريق تحت منهم، ريزوليسيون دي بروبليم دي زافر، وإيجاد حلول للمشاكل ديال الأشجار. بتاريخ 26/8 طلبوا منهم يبداو الخدمة، يعاودو هادي، يعني هنا فوقيت لي صافي من الانتخابات ديال شهر 9، طلبوا منهم أنهم يستأنفوا العمل ديالهم. دونك هنا سالات الحقبة ديال عبد الحكيم سوجدة، وبدات الحقبة ديال سي جمال بربيعة. أول حاجة دار جمال بربيعة هي أنه بتاريخ 27/10/2015 طلب من الشركة باش أنها توقف الأشغال. علاش؟ كاين في الموتيف هنا كيف كنشوفوا التوقيع ديال رئيس الجماعة، التوقيع ديال الانجينيور يعني المهندس ديال الجماعة، التوقيع ديال الشركة والخبير. دونك كاع الوثائق فيهم هادشي، وهادو راه اللي كاينين مدلبين في المحكمة. إذا هنا كيقول لهم رئيس الجماعة، كيقول لهم حبسوا الأشغال. علاش؟ حيت غادا تدخل لاراديش دير شي حاجة و إنوي يديرو واحد ترونشي و ترافيرسي دو غيزو أون بلان شوسي، يعني غادي يديرو واحد لا ترافيرسي دو غيزو، يعني غادي يديرو واحد بحال الفوسي غادي تكون فيه الشبكة ديالهم، دوك الخيوط ديالهم الكابلاج و داكشي على طول تروطوار. 27/10/2015 جمال بربيعة. 11/12/2015 دائما جمال بربيعة كيطلب الشركة باش تستأنف الأشغال. يعني لحد التاريخ 11/12/2015 كان كل شيء على ما يرام، هو طلب منهم يستأنفوا الأشغال. دائما التوقيع ديال جمال بربيعة، ديال مهندسات الجماعة، ديال الشركة، وكذلك ديال الخبير. هنا الوثيقة اللغز فيها لا سوسيتي كذا كذا ايت انفيتي داغيتي لي طرافو دو ميز ا نيفو دو لا روت ريجيونال نيميرو 301 دو لا فيل ديال جديدة بور لو موتيف سويفون اتونت دو لا سيناتور دو لافونون دي طرافو اور بوردورو اسفات. مع العلم انه هاد لوغدغ هذا ديال لاغي دو طرافو خصو يكون موقع تما من طرف رئيس الجماعة. شوفوا بلاصتو خاوية، ما موقعش من طرف رئيس الجماعة، فيه الله ديال الشركة بوحدها. إذن شكون عطا لوردر باش يتوقفوا الأشغال؟ هنا رئيس الجماعة ما عطاش لوردر. شكون اللي عطا لوردر؟ هنا كيبان بأنه الشركة بوحدها وقفت الأشغال. كيروج بأنه كاينه شي وثيقة أخرى فيها توقيع ديال المهندسة. حنا باقي ما توصلناش بهاد الوثيقة، نتوصلوا بها غادي ندلو بها تاهي نشرحوا للناس. إذا هنا إذا كان هناك توقف الأشغال بطبيعة الحال، هنا كيتسمى توقف الأشغال من طرف واحد، وبطبيعة الحال الحكم اللي صدرته المحكمة الابتدائية إدارية بدار بيضاء كان مجانبا للصواب. في هذا الإطار كنطلبوا من أي واحد عنده كي كي كيضحض ولا كيفند ولا كيقول عكس ولا كيكذب هذا الشيء اللي ذكر اللي ورد في هذا الفيديو، الإمكان ديالو أنه يتواصل معنا ويعطينا ما يثبت العكس، وحنا مستعدين نشرو
لانه باش ما نبقاوش حنا كنهضروا عا هكا فلان هو اللي وقف اشغال لا راه فلان هو اللي افقر داكشي حنا نحيدو. حنا جبنا الوثائق المدلى بها في المحكمه. اذا اللي عنده وثائق اخرى تثبت العكس باب مفتوح. اذا الى هنا كنكونوا شرحنا ما يتعلق بهذه النقطه هذه، وفي انتظار التجاوب والتفاعل ديالكم مع الفيديو كنتمنى لكم مستقبل زاهر وحياة سعيدة. السلام عليكم ورحمة الله.